بعد يوم عنيف غارة إسرائيلية جديدة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية. هوكشتاين متفائل بشأن التوصل لوقف إطلاق النار قريب في لبنان، ومصادر لبنانية تتحدث عن بند عالق بالاتفاق. ترامب يبعث برسالة إلى إيران عبر العلاق يطالبها بوقف دعم الفصائل مقابل التزام بغداد بإبعاد المعارضة عن الحدود. التوتر على حاله في البوكمال السورية، والعشائر تطالب بحل الفوج 47 التابع للحرس الثوري أو إخراجه من المنطقة. ترامب يعلن أسماء أعضاء في إدارته الجديدة ويختار مذيعاً للدفاع وإيلون ماسك للكفاءة الحكومية. أهلاً ومرحباً بكم مجدداً مشاهدينا برفقتنا مع قناة الحدث إلى ساعة أخبارية مفصلة نستهلها بآخر الأخبار، حيث شن الطيران الحرب الإسرائيلي فجر اليوم غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد نهار عنيف استهدف ذات المنطقة ب13 غارة أوقعت ضحايا. واستهدفت الغارات الجديدة مبان سكنية في حارة حريك والليلكي، وأفادت مراسلة الحدث بأن غارة إسرائيلية استهدفت الطبقتين الأولى والثانية لأحد المباني في منطقة عرمون في قضاء علي بجبل لبنان للمرة الأولى، وأنباء عن وقوع إصابات. ذكرت أرقام رسمية لبنانية أن 29 شخصاً على الأقل قتلوا أمس جراء الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة. أيضا مشاهدينا للوقوف عند آخر التطورات الميدانية، ينضم إلينا من صيدا من جنوب لبنان الصحفي محمد البابا. صباح الخير محمد وأهلا بك معنا. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وذلك طبعا وأيضا ضاحية الجنوبية بعد إنذارات بالإخلاء، التفاصيل التي لديك. نعم جزيل، يعني كما كان بالأمر بصباح الأمس غارات عنيفة، أكثر من 14 غارة على الضاحية الجنوبية. عادت التحذيرات والغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تم استهداف أحد المنشآت الطبية في منطقة حارة حريك وفي الليلكي في الغبيري، أيضا استهداف شقة سكنية في منطقة عرمون. وحتى هذه اللحظة سجل 6 ضحايا وعدد من الجرحى تجاوز 10 جرحى. في الجنوب سنبدأ من منطقة إقليم الخروب، منطقة جون، حيث تم استهداف منزل يقطنه نازحون. حتى هذه اللحظة حصيلة الضحايا 15 ضحية و 24 جريح في الغارة على بلدة جون. عمليات البحث عن مفقودين وناجين تحت الركام لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. أيضا في المنصوري استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل سكني، ويعني كان خالي هذا المنزل. حضرت فرق الإسعاف للبحث عن ناجين أو من كان متواجد داخل هذا المنزل. أعاد الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف هذا المنزل، مما أدى إلى
يعني سقوط 3 من المسعفين ضحايا في بلدة المنصوري. في لخيام أيضا كان هناك غارات عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي على لخيام وعلى عدد كبير من البلدات الجنوبية، سأذكر منها رومين، هناك يعني ضحيتين في رومين. نعم. في دير أنون النهر هناك ضحية وثلاثة جرحى، في بنت جبيل، في عيناتا، في سور حي يعني حي المسالخ، في سور برعشيت، النقورة، لخيام، البرج الشمالي، القاسمية، العبادية، أيضا هناك يعني عدد من الضحايا، 8 ضحايا حتى هذه اللحظة. الطيران الحربي الإسرائيلي كان يحلق على علوم منخفض فوق معظم بلدات الجنوب، من صيدا ساحلا باتجاه النقورة ثم صعودا إلى لخيام ونبطية وسهل مرجعيون حتى إلى مناطق البقاع الغربي في رشية وحصبية. يعني الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرارا وتكرارا، بالأمس سجل 13 يعني جدار صوت فوق مدينة صيدا فقط وفوق مدن الجنوب. القصف المدفعي مستمر لعدد من البلدات الجنوبية، لخيام، ليلي، ورب 30، عيت الشعب، علم الشعب، كانت عرضة للقصف المدفعي العنيف. أيضا يتداول أن هناك كان هناك محاولة تسلل لمجموعات من لواء غولاني والجيش الإسرائيلي باتجاه يعني منطقة بنت جبيل، ولكنها اصطدمت بمقاتلي حزب الله الذين قاموا بصد يعني التقدم الإسرائيلي ودفع الوحدات الراجلة للتراجع إلى الخلف. شكرا لك لكل هذه التحديثات وهذه المرافقة لنا من جنوب لبنان، تحديدا من صيدا، الصحفي محمد البابا. قال الجيش الإسرائيلي إن العمليات التي قام بها خلال الأشهر الأخيرة في الضاحية الجنوبية بلبنان أسفرت عن تدمير معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله هناك. كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عما وصفها بتفاصيل جديدة عن المواقع والمستودعات التي استهدفها بالضاحية الجنوبية، وقال إن أحد المواقع المركزية المستهدفة كانت قد كشفته إسرائيل في العام 2020 في الأمم المتحدة إلى جانب مواقع أخرى بحسب البيان. أعلن حزب الله قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ نوعية بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي عن سماع صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط إسرائيل واعتراضه لمقذوفات أطلقت من لبنان. وقال حزب الله في بيان قال إنه استهدف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بصواريخ نوعية. أعلن الموفد الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين أن هناك فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان قريبا، وأكد أنه متفائل بهذا التقدم نافيا أي دور لروسيا باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل نفى نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني أن يكون لبنان قد تبلغ أي شيء رسمي من واشنطن حول وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق انتظار اقتراحات ملموسة للبناء عليها. بري إذا اعتبر في حديث للشرق الأوسط أن الموجود على الطاولة الآن هو فقط القرار 1701 ومندرجاته الملزمة للبنان كما لإسرائيل، ورأى أن إسرائيل باتت في مأزق فعلي اليوم بعد عجزها عن تحقيق أهدافها العسكرية، فانتقلت إلى مزيد من القتل والتدمير وهو ما يجب وضع حد له ولعبثيته وفق تعبيره.
أفادت مراسلة الحدث في لبنان نقلا عن مصدر سياسي مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بأن أسباب التصعيد الميداني وتكثيف إسرائيل لغاراتها هو دليل أن هناك شيء يجري الإعداد له لوقف إطلاق النار، وأن معظم البنود وجد لها الحل تقريبا بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها. المصدر أفاد بأن هناك نقطة عالقة واحدة تتعلق باللجنة التي ستتولى مراقبة وقف إطلاق النار وإيجاد آلية واضحة من أجل تطبيقها، ولكن واشنطن تعمل على إيجاد الحل. المصدر كشف أيضا لقناة الحدث أن لقاء ترامب وبايدن سيحسم مصير وقف النار، وما إذا كان هوكشتاين سيحصل على موافقة لاستكمال هذه المهمة أو تجميدها. وضمن حراك دبلوماسي لوقف إطلاق النار يزور اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المرتقب أن يعقد الوزير المصري لقاءات مع رئيسي مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والنواب نبيه بري إلى جانب نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب، حيث سيبحث عبد العاطي التصعيد الإسرائيلي والدعم المصري للبنان بالإضافة إلى وقف لإطلاق النار. وأيضا لمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حميدي. أهلا بك حضرة العميد، دوما برفقتنا مع قناة الحدث. يعني بالتوقف عند ما أعلنه الموفد الأمريكي، هل من بارقة أمل بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار وفقا للمبعوث هوكشتاين المبعوث الأمريكي؟ صباح الخير. صباح النور. يعني أعتقد أنا أنه كل هذا الظهور الإعلامي من حين لآخر، سواء لآموس هوكشتاين أو لبعض المسؤولين اللبنانيين الذين أصبحوا يعني ربما يعتقدون أن وجودهم في المشهد السياسي مرتبط بمدى حضورهم أو بمدى حصول أي تغييرات أو تعديلات أو اقتراحات جديدة في مسألة وقف إطلاق النار. أنا أعتقد أنه خلافا لما قاله هوكشتاين، وهو طبعا دبلوماسي ومضطر أن يقول هذا الكلام، طبعا ليس هناك أي مسعى أو أي تقدم، وأن الكلام أو الحديث عن تفاؤل بقرب التوصل إلى وقف إطلاق نار أعتقد أنه يجافي الواقع بشكل كامل. طبعا آموس هوكشتاين لا يستطيع أن يتكلم عن دور روسي لأنه ليس مفوضا بذلك. كذلك نفو أن يكون هناك دور لروسيا بعد يعني أن سمعنا إمكانية التدخل الروسي في أي تسوية للبنان قد تشكل أيضا مدخل للتفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. يعني على الأقل أقول الدور الروسي موجود عندما يقوم الطيران الإسرائيلي بضرب أهداف للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا، هناك دور لروسيا، وبالتالي أنا لا أتكلم عن دور في التسوية، ولكن دعينا نقول أنه كل المشهد مشتبك وغير واضح. ثم عندما يقال أنه المسألة الوحيدة العالقة هي مسألة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، المسألة طبعا هذه هي العقدة الأساسية، ولكن لجنة المراقبة وآلية التنفيذ، ولكن يعني هل يعني وفقا لمصدر سياسي لقناة الحدث، هل توافق على أن هذا التصعيد الإسرائيلي هو دليل على أن هناك شيء يجري الإعداد له لوقف إطلاق النار؟ هل هو مقدمة؟ أنا أعتقد أنه هذا التصعيد دليل على هذا التعثر وهذا الأفق المقفل، وليس دليل أنه هناك سيأتي شيء بعد هذه الأزمة. ثم يعني إذا استكملنا فكرة آلية التنفيذ ومن هي الجهة التي ستراقب ذلك، أعتقد هناك يعني مكون أساسي في هذه الجزئية لا زال يعني لا هناك ربما الرئيس بري يعني يجانب الدخول به. آلية المراقبة ليست فقط لتطبيق القرار، هي آلية يجب أن تتناول مسألة تسليم حزب الله لسلاحه، هذه هي المسألة. والمسألة يعني ولم يعني يتم الإشارة لها بشكل واضح، دائما هناك يعني محاولة للالتفاف على حقيقة الوضع في لبنان. دائما ما سمعنا من الرئيس بري يقول بأنه يجب تنفيذ 1701 ومندرجاته، ما هي مندرجات يعني هذا القرار سحب السلاح و 1680؟ صحيح، ويعني هو يستند اولا الى القرار في بنده الثالث، الى القرارين 1559 و1680، بما يعني بسط سلطه الدوله على كامل الاراضي اللبنانيه، تجريد كل القوى والميليشيات والقوى غير اللبنانيه من سلاحها، ومساله الحدود مع سوريا. كل هذه المسائل لا يتم التعرض لها. الرئيس بري يتكلم عن 1701 وهو يريد ان يستعيد طريقه التطبيق التي طبق
سبق بها منذ العام 2006 وهذه لم تعد مطروحة. وهذا غير واقع اليوم حضرة العميد. هذا صحيح، ليس على المستوى الإسرائيلي بل على المستوى اللبناني. يعني هناك ربما أكثر من إيحاءات من قبل أكثر من جهة سياسية في لبنان، يعني بينهم وليد جنبلاط وبينهم الرئيس ميقاتي وبينهم أحزاب أخرى، أضحوا يتكلمون بطريقة واضحة عن دور للجيش بشكل مطلق في كل لبنان وتحديدا في الجنوب. الآن عندما يقول يعني رئيس الحكومة أو الرئيس نبيه بري أنه لم يتلقى أي جديد أو أي مقترح جديد، هذا محاولة يعني للهروب إلى الأمام. العقدة معروفة، ولكن أعتقد أنه لازال الرئيس بري غير قادر على التمرد على القرار الإيراني، وغير قادر على استيعاب حزب الله في الداخل، لطبعا لعدم وجود أولا قيادة حقيقية لحزب الله في لبنان، ولعدم طبعا توفر الشروط الإيرانية لذلك. لذلك هذا الكلام كله هرب إلى الأمام. أنا أعتقد أننا أمام مرحلة صعبة وعسيرة ومتصاعدة، يعني يجب أن يتم الانتظار إلى الإنهاء على لبنان. أكثر من نصف لبنان يعني أصبح تقريبا مدمر. على كل حال دوما للحديث بقية معك حضرة العميد، نشكر لك هذه المداخلة معنا من بيروت، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حميدي. وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمثمر للغاية، مؤكدا التزام إدارته بالعمل على السلام والأمن في الشرق الأوسط حتى نهاية ولايته في 20 يناير المقبل. لقد عقدت اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس جو بايدن. لقد كان بايدن كريما جدا ومنفتحا وودودا للغاية، وأجرينا مناقشة صريحة. الشيء الأكثر أهمية من هذه المناقشة هو بالطبع التزام الرئيس بايدن وإدارته بالعمل حتى 20 يناير وحتى اللحظة الأخيرة لتحقيق أهداف مهمة للغاية بالنسبة للسلام والاستقرار، وفي المقام الأول أمن دولة إسرائيل في الشرق الأوسط. أشكر الرئيس من كل قلبي على جهوده، وأنا أعلم أن هناك التزاما عميقا وجهدا للمضي قدما. آمل أن نرى نتائج ذلك في المستقبل القريب. أيضا جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده على وقوف المملكة إلى جانب الفلسطينيين واللبنانيين لتجاوز التبعات الكارثية الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي، كما دعا مجلس الوزراء دول العالم للانضمام إلى التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة المملكة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال تأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على الرغم من إعلان قطر تعليق وساطتها بين إسرائيل وحماس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في دانت باتيل إن واشنطن تواصل متابعة عدد من المبادرات لضمان الإفراج عن الرهائن. We're continuing to pursue a number of initiatives to secure the release of hostages. That work is ongoing. We have not given up hope, and it's critical to us to get a deal done as soon as possible, especially so that we can bring the remaining hostages home to their families. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في دانت باتيل إن الوضع في غزة بحاجة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وأن العمل جار لاتخاذ تدابير تسهم في تحسين الوضع لسكان القطاع. بالتأكيد لا أقول إن الوضع في غزة أو الظروف الإنسانية هناك جيدة، بل بالعكس إنها ظروف مأساوية للغاية. نحن بحاجة لرؤية وتنفيذ الخطوات العملية على الأرض، والأمل النهائي هو أنه من خلال هذه الخطوات سيتم خلق بعض الظروف التي يمكننا من خلالها إدخال شاحنة إضافية من المساعدات الإنسانية والغذاء، حيث أن التدابير التي يتم اتخاذها والتي ستكون في نهاية المطاف في صالح الشعب الفلسطيني في غزة، هذا ما نهدف إلى رؤيته. نريد أن نرى تحسنا في الوضع الإنساني بشكل عام، ونعتقد أن بعض هذه الخطوات ستسمح بتهيئة الظروف لمواصلة التقدم. في الوقت ذاته إذا رأينا شيئا يتعارض مع القانون الأمريكي فسنتخذ الإجراء المناسب. دعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد في الأمم المتحدة إسرائيل إلى عدم اتباع سياسة تهجير
الكبير القصري والتجويع في غزة، محذرة من أن ذلك ستكون له تبعات خطيرة بموجب القانونين الأمريكي والدولي. وأضافت السفيرة الأمريكية أن إسرائيل اتخذت خطوات مهمة بفضل تدخل الولايات المتحدة للتصدي للأزمة الإنسانية في القطاع. قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن السفير رياض منصور إن إسرائيل تستخدم المجاعة كأداة حرب، وأضاف منصور أن الشعب الفلسطيني تتم إبادته أمام أعين العالم، وأن سكان غزة في أمس الحاجة إلى خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. Madam President, the very survival of hundreds of thousands of Palestinians is at stake, notably in northern Gaza. They are being killed and starved to death, moved around like cattle from one place to another, from one death to another. According to OCHA, the most represented category of age among those killed are children, notably from age 5 to 9, and newborns to 4 years old. من جانبه نفى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون التقارير الأممية التي كشفت عن استخدام إسرائيل للجوع كسلاح ضد سكان قطاع غزة، وعرقلت السلطات الإسرائيلية للجهود الأممية لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع. Since early October, Israel has facilitated the entry of over 713 trucks of aid to northern Gaza alone, with the goal of sustaining a steady flow of 50 trucks daily. We have delivered essential food, water, and medical supplies to areas such as Beit Lahia and Jabalia in northern Gaza, where around 10,000 civilians remain. عند النخلة، عند النخلة هذيك غلا علي، عند النخلة مولع أنا حرام هذي هناك جايبها أيوة هناك الجنة. أكد البنتاغون أن قواته تصدت لصواريخ ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن سفينتين تعرضتا لهجوم استخدمت خلاله 8 مسيرات وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، مؤكدا أنه تم التعامل معها بنجاح. كشف موقع المدى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعث برسالة عبر مسؤولين عراقيين إلى طهران، مفادها أن تتوقف إيران عن دعم الفصائل وأن تكون الحروب مباشرة من دون وكلاء في مقابل التزام العراق بإبعاد المعارضة الكردية الإيرانية عن الحدود. ورجح الموقع أن يكون مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قد حمل تلك الرسالة ناقلا عن نائب وقيادي في حزب عراقي أن زيارات المسؤولين الأمنيين العراقيين إلى إيران
إيران مؤخرا هدفت إلى طمأنة طهران بأن الاتفاقية الأمنية بين البلدين لا تزال سارية. أيضا مشاهدينا للحديث عن كل هذه التطورات المتعلقة بالملف العراقي ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي أستاذ حمزة مصطفى. أهلا بك أستاذ حمزة برفقتنا. وبالتالي دلالة يعني هذه المهمة من قبل الرئيس دونالد ترامب لمسؤولين عراقيين. نعم شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام. الحقيقة لم يترشح رسميا فيما إذا كان السيد قاسم العرجي قد نقل رسائل بهذا المعنى من الإدارة الأمريكية، لكن لقاءاته في طهران كانت مميزة. التقى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم يعني قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وهذه طبعا بحد ذاتها مسألة مهمة، لأنه عادة هذه الأمور يعني من عندما يبحثها مستشار الأمن القومي مع هذا النوع من المستوى من المسؤولين في إيران، يعني هناك أمور ربما تحت الطاولة لا يراد أن تطرح. إضافة إلى ذلك زيارته استغرقت أيام في إيران، وهذا يعني أن هناك الكثير من الأمور طرحت في هذا الموضوع. بالأمس كان هناك الكثير من التصريحات لرئيس الأمن القومي العراقي، وبالتالي كيف تقيم هذه التصريحات أستاذ حمزة؟ نعم بالتأكيد هذا تدخل في هذا السياق، يعني هو لم يتحدث صراحة عن هذه الأمور، لكن العراق الآن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والرئيس رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني أجرى قبل أيام اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وترامب طلب من السوداني أن يكون هناك لقاء عاجل بينهما. واللقاء العاجل يعني هناك ملفات ربما خارج الإطار العلاقات الثنائية بين العراق وأمريكا يمكن أن تبحث، لأنه موضوع الإدارة الأمريكية مع إيران مرتبط بمجمل قضايا المنطقة. الإيرانيون أيضا وعلى لسان الرئيس الإيراني بزشيان تحدثوا أن أيضا أن إيران تريد أن تكون هناك العلاقة مباشرة بين أمريكا والولايات المتحدة دون وسطاء، وهذا طبعا دلالة على أنه تلقي رسائل بهذا المعنى من قبل الإدارة الأمريكية، وهذا طبعا بحد ذاته سيتبلور خلال الفترة القادمة، لكن مؤشراته واضحة على هذا الصعيد. العراق سبقا لعب دور على صعيد تخفيف التوتر أو نقل رسائل بين الإدارة الأمريكية وإيران، والعراق الآن مؤهل أكثر لنقل هذه الرسائل. ما المقصود اليوم من إبعاد المعارضة عن الحدود من قبل بغداد؟ المعارضة الإيرانية الكردية موجودة في إقليم كردستان في المناطق المحايدة من السليمانية إلى إقليم كردستان. كانت إيران العام الماضي قد شنت عدة ضربات على هذه المناطق مما أصابت قرى عراقية في تلك المناطق، ثم عقد اتفاق بين الحكومة العراقية وإيران، وأيضا تولى هذا الاتفاق مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، الأمر الذي أدى إلى أن يتم نقل المعارضة الإيرانية إلى مناطق بعيدة بحيث يعني لا تؤدي ضرباتها التي تقوم بها إلى داخل إيران إلى يعني إلى إصابة الإيرانيين وإلى أذى هناك، ولكن تبقى هذه القضية عالقة باعتبار أنه لا يشكلون يعني إشكالية بالنسبة لإيران، ولكن كما قلت لك كانت قد بحثت هذه القضية سابقا ولم يحصل جديد. إيران لم تضرب المناطق الكردية من السليماني ولا هم الأكراد الذين أبعدوا كثيرا داخل الأراضي العراقية يستطيعون أن تصل صواريخهم أو مدفعيتهم إلى مناطق داخل إيران. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ حمزة، سنتطرق بعد قليل إلى زيارة السوداني إلى إربيل. يبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع كبار المسؤولين في كردستان العراق تشكيل حكومة الإقليم الجديدة والملفات العالقة خلال زيارة اليوم لإربيل. وأفادت وسائل أعلام عراقية أن السوداني سيناقش الصراعات الانتخابية وتطوير العلاقات بين بغداد وإربيل، إلى جانب ذلك سيبحث السوداني معالجة الملفات العالقة بين الجانبين من موازنة ورواتب الموظفين واستئناف صادرة النفط، إلى جانب التعداد السكاني. وخلال زيارته للإقليم للمرة الثالثة منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية سيحث السوداني الأطراف السياسية في الإقليم على تشكيل الحكومة الجديدة.
وأيضا نعود إلى استئناف الحديث معك أستاذ حمزة فيما يتعلق بهذه الزيارة التي تحمل يعني أكثر من ملف. أهمية اليوم البحث بهذه الملفات العالقة بين إربيل وبين بغداد، لاسيما فيما يتعلق بالرواتب، ما يتعلق أيضا بموضوع النفط في كركوك وتعداد السكان. نعم، هو عندما تولى رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مسؤوليته أواخر عام 2022 بدأت علاقة جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. الكثير من الأمور تم حلها حتى التي كانت تمثل عقد، كانت هناك تعاطي على هذا الصعيد على مختلف المستويات، لكن الآن المتغير الذي حصل هو متغير داخل إقليم نفسه. يعني الانتخابات الأخيرة التي أجريت في إقليم كردستان غيرت نسبيا الخارطة الانتخابية في الإقليم، الأمر الذي ممكن أن يعقد تشكيل الحكومة التي يجب أن تتشكل في إقليم كردستان بعد إقامة تلك الانتخابات. وهناك خلافات داخل الأحزاب الكردية، سواء بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني. الدور الذي يمكن للسيد السوداني أن يلعبه على هذا الصعيد أستاذ حمزة؟ السوداني أولا يملك علاقات جيدة مع مختلف تلك الأطراف، يضاف إلى ذلك هو رئيس وزراء يستطيع أن يقوم بدور حتى على صعيد تذليل الصعوبات التي ممكن أن تحول دون تشكيل الحكومة. هو لا يدخل في التفاصيل لأن هذه معنية بها إقليم كردستان، ولكن وساطته إذا كان الأمر يتعلق بوساطة وأنه يريد أن يقرب وجهات النظر، لأن هناك استحقاقات كثيرة تنتظر العراق وإقليم كردستان جزء من العراق، وأعتقد أن هذه الزيارة سوف يعني تحقق أهدافه على هذا الصعيد. أما موضوع التعداد السكاني فهو أيضا موضوع مهم جدا، لأنه لدينا نحن في العراق مسألة المناطق المتنازع عليها. نعم، ككركوك تضمنت ضمن المادة 140 من الدستور العراقي، وهذه طبعا والعراق بما أنه لم يجري يعني تعداد سكاني منذ حوالي 40 عام، هذا يعني ستكون هذه مدعاة لان ربما يحصل متغيرات على صعيد خاصة قيل بان هناك كان الكثير من النزوح على ايام العبادي، ماذا بالنسبة لهذه العائلات؟ نعم، هذه قضية أخرى أيضا اللي حصل نزوح أيام العبادي عندما تم يعني انتصار على تنظيم داعش، والحكومة الاتحادية تمددت داخل المناطق المتنازع عليها من كركوك إلى سهل نينوى، باعتبارها كانت تدار من قبل إقليم كردستان، بدأت تدار من قبل الحكومة الاتحادية. الآن يجري الحوار على أنه يعاد النظر في مثل هذه الأمور بما يعزز سلطة الحكومة الاتحادية من جهة وسلطات إقليم كردستان ضمن إقليم كردستان من جهة أخرى. هذه الأمور أيضا سيبحثها السوداني، بالإضافة طبعا إلى موضوع الرواتب الذي تعاطى معه السوداني بإيجابية منذ تولي السلطة، وموضوع النفط وغيرها من الملفات التي تبقى عالقة طالما لا توجد حلول نهائية ودستورية لموضوع النفط، مثلا قانون النفط والغاز لم يشرح حتى الآن، والكثير من القوانين الأخرى التي لا تزال عالقة بسبب الإشكاليات والخلافات السياسية. أهمية هذه الزيارة يعني بأن تحل كل هذه المشاكل العالقة، نسبة نجاحها؟ لا نستطيع أن نقول أنها ستحل كل المشاكل العالقة، لأن هناك قسم من المشاكل العالقة لا تتعلق بالحكومة الاتحادية وحدها ولا بحكومة الإقليم وحدها، وإنما قسم منها قضايا دستورية وقسم منها قضايا أخرى تتعلق بباقي المكونات. لكن الجدية هنا نتحدث عن رئيس وزراء عراقي يريد أن يضع يعني هذه الأمور كلها تبحث على الطاولة حتى لا تظل معلقة، والقدر الذي يستطيع من خلاله أن يتصرف كرئيس وزراء من أجل أن يجد مقاربة أفضل للوصول إلى حلول ولو نسبية، لكنها على الأقل تزيد الثقة بين كل الأطراف، وأيضا ممكن أن تؤدي إلى تقريب الفترة الزمنية التي من خلالها يتم حل العقد والمشاكل البينية بين بغداد وأربيل. أستاذ حمزة مصطفى المحلل السياسي، شكرا لك على هذه المشاركة معنا من بغداد.
لا تزال الأوضاع الأمنية في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور متوترة بالرغم من محاولات الشيوخ ووجهاء العشائر احتواء حالة الفوضى والاحتقان الشعبي والتوصل لاتفاق بين العشائر والجماعات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني. وبحسب المرصد السوري فإن الاتفاق لم يلقى قبولا حيث اعتبرته العشائر غير كاف ومهين لهم، مطالبين بحل الفوج 47 التابع للحرس الثوري أو إخراجه من منطقة البوكمال لإنهاء النفوذ الإيراني، ما قوبل برفض من الشيوخ والوجهاء الذين يتمسكون بالحوار والسلمية، وهو ما دعا إلى تجدد المواجهات المسلحة بين العشائر من جهة والجماعات الإيرانية المسلحة من جهة أخرى، فيما لا تزال البوابات الحدودية وهي معبر البوكمال الرسمي ومعبر السكك متوقفين عن العمل منذ اندلاع المواجهات مع الفوج 47. وأيضا للحديث أكثر عن كل هذه الإشكالات والتعقيدات ينضم إلينا من القاهرة أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك دوما برفقتنا أستاذ رامي، أهلا بك إلى هذه الساعة الإخبارية. بالتالي كيف يمكن وصف الأوضاع الأمنية في منطقة البوكمال بالرغم من محاولة رؤساء العشائر والوجهاء من احتواء هذه المشاكل التي تعتبر على يعني سفيح ساخن؟ وهي على سفيح ساخن. صباح الخير طبعا. صباح وهي النور. على سفيح ساخن، وهي يعني على ما يبدو بأن هناك من أشعلها ولا يستطيع إطفائها الآن. توتر كبير بين العشائر وبين ما تعرف بالقوات الفوج 47 أو الميليشيات المدعومة من إيران من الجنسية السورية. زاد على ذلك ما كان هناك من استهداف للبوكمال من قبل التحالف الدولي أو القوات الأمريكية بالطائرات الحربية على مركز للميليشيات الموالة لإيران، قتلت 5 عناصر من الميليشيات الإيرانية فجرا. أي أن الأمور زادت توترا، وعلى ما يبدو هي تسير نحو التوتر. هناك محاولات من شيوخ العشائر لإنهاء هذا التوتر، لكن حتى اللحظة كل شيء فاشل. الجميع يحشد سواء من قبل الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية أو من قبل العشائر المناوين لهم الذين يعني بدأت الشرارة عندما اعتدت عذرا الصوت متقطع أستاذ رامي، يمكن أن تعيد الفكرة من فضلك؟ نعم، يعني بدأ التوتر عندما اعتدى عناصر من الميليشيات الموالة لإيران على شيخ أحد يعني شيوخ العشائر في المنطقة على أحد حواجزهم. بعد ذلك اشتعل التوتر. التوتر لم يأتي من فراغ، التوتر جاء يعني على ما يبدو من في إطار الاحتقان الموجود في تلك المنطقة ومحاولة لإخراج الميليشيات الإيرانية من قبل روسيا والنظام من منطقة البوكمال ومن دير الزور. وبالتالي يعني كما فهمنا من هذا الملف بأن هناك أيضا خلافات بين رؤساء العشائر والوجهاء وبين جماعة الشبان، يعني التي تعترض على وجود مثل هذا الفوج، الفوج 47. هناك أيضا يعني من التبعية السورية ينضوون تحت هذا اللواء الذي هو تابع للحرس الثوري الإيراني. من هنا إشكاليات يعني هذا الموضوع وتعقيداته. نعم من هنا، لأن هناك رفض، هناك من يريد أن يعتقد بأنه هو المنطقة أن يفرض يعني بالقوة سيطرته على تلك المنطقة. شيوخ العشائر يحاولون التهدئة، الشبان ينتفضون، ولكن نشاهد ما شاهدناه الآن بالصورة، إحراق أحد المقرات التابعة للميليشيات الإيرانية. المنطقة الآن هي لا تسير نحو التهدئة حقيقة الأمر، تسير نحو الاشتعال أقله في المدى المنظور. أيضا ما الذي يفهم اليوم من إعادة قوات النظام من تموضعها في البوكمال؟ قوات النظام وروسيا تحاول إبعاد إيران عن مراكز السيطرة، وهي تستفيد حقيقة الأمر من في إطار التوتر الإقليمي، أو تحاول أن تقول لإيران كفى الآن وجودا، نحن نريد السيطرة على هذه المناطق. لكن هل تنجح قوات النظام وروسيا بالسيطرة وفرض السيطرة الروسية على هذه المناطق؟ حقيقة الأمر لا نعلم. هي نجحت بالسيطرة على القرى السبع. القرى السبع ليست كل شيء، القرى السبع واقعة على ضفاف الفرات الشرقية. البوكمال هي معبر استراتيجي، من قاد عملية السيطرة عليه كان قاسم سليماني. نعم، وبالتالي هذه الإشكالات هل هي مرشحة للتصعيد في الأيام القادمة؟ ومن باستطاعته أن يهدئ منها؟
الإيرانيين كون أنهم لديهم السيطرة الأكبر ما يعرف بالحجاج الإيرانيين، وإذا أراد شيوخ العشائر الضغط على الشبان قد يستطيعون قمع هذه الأصوات المطالبة بالخروج الإيراني من هذه المنطقة. وبالتالي تداعيات مثل يعني هذه الإشكالات بالنسبة للعشائر وللسكان في هذه المنطقة تحديدا، يعني في هذه الأوقات بالذات إيران لا تستطيع إشعال المزيد من النيران في تلك المنطقة، لأنها تعلم إشعال المزيد من النيران في تلك المنطقة يعني إغلاق طريق طهران بيروت في البوكمال. لذلك إيران تحاول الدخول في يعني حوار مع العشائر من أجل تهدئة الأمور في تلك المنطقة. نشكر لك كل هذه الإيضاحات حول هذا الملف المعقد والشائك. رافقنا من القاهرة أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك على هذه المشاركة. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أهمية تحسن علاقة بلاده مع دول العالم عبر تخفيف حدة التوتر والتعامل بمبدأ التسامح مع من وصفهم بالأعداء. بيزيشكيان قال إن معالجة المشكلات الداخلية تبدأ بترتيب العلاقات الدولية، وأن الصراع مع الولايات المتحدة سيبقى على الساحتين الإقليمية والدولية، لكنه أكد أن إيران أن تدير ذلك. عشية زيارته لطهران قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال إن المناورة بشأن البرنامج النووي الإيراني بدأت تتقلص، داعيا إيران إلى إيجاد طرق للتوصل إلى حلول دبلوماسية. أعتقد أن الإدارة الإيرانية يجب أن تفهم أن الوضع الدولي أصبح متوترا بشكل متزايد، وأن الهوامش التي يجب إدارتها بدأت تتقلص، وأنه من الضروري إيجاد طرق للتوصل إلى حلول دبلوماسية. حذرت الأمم المتحدة من أن الصراع في السودان من المرجح أن يتصاعد أكثر، حيث أن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مقتنعان بقدرتهما على تحقيق النصر في ساحة المعركة. لا توجد علامات على الهدوء. في الواقع تشير التوقعات المثيرة للقلق إلى أن الصراع على وشك التصعيد أكثر. وما زلنا نتلقى أيضا التقارير عن فظائع مروعة كان آخرها عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي المروع في ولاية الجزيرة، وقد أصبح هذا الأمر سمة مقززة في هذا الصراع. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قائد الدعم السريع في ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله لتهديده الأمن والاستقرار في السودان بما في ذلك من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين. وذكر بيان الوزارة الأمريكية أن القرار يأتي تعزيزا لقرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على 2 من قادة قوات الدعم السريع، هما بارك الله وقائد عمليات القوات عثمان محمد حامد الشهير بعمليات. تجولت كاميرا الحدث داخل المنطقة الصناعية بمدينة أم درمان حيث رصدت توقف الإنتاج بشكل كامل منذ اندلاع الحرب في المنطقة التي يشابه حالها حال بقية مناطق العاصمة الصناعية في كل من الخرطوم والخرطوم بحري. بصمة الحرب واضحة على كل شيء في العاصمة السودانية. المنطقة الصناعية في مدينة أم درمان والتي تحولت إلى مدينة أشباح بين ليلة وضحاها مجرد نموذج لمناطق صناعية أخرى. منذ ما يقارب العامين توقف إنتاج المصانع وتشرد العمال، وتعرضت المصانع لأكبر عملية تخريب ونهب.
خراب دمار، يعني البنية التحتية انتهت خالص، المحولات الكهربائية، السلوك ودا العصب بتاع الصناعة الكهرباء دمر من أجل الواحد يشال النحاس جواه. على مستوى الانتاج والمواد والخامات برضو حصل لها نهب ممنهج جدا جدا، وبرضو المكن بتاع الصناعة برضو حصل له تخريب كبير جدا جدا. وصول الجيش السوداني إلى هذا المكان وعودة الاستقرار النسبي ليسا كافيين لاستئناف النشاط، فهناك مطالبات ومناشدات. أكيد دايرين يعني دعم، ودعم كبير جدا للصناعة من أجل أنها تقوم. وبرضو مناشد من هنا في يعني بالنسبة لقطاع البنوك إحداث سياسات جديدة بالنسبة للصناعة، في 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 أول حاجة في الديون ما قبل الحرب، فدي لازم ينظر فيها. السلطات من جانبها أشارت إلى توقف غالبية المناطق الصناعية وما تعرضت له من تخريب. نشجع عودة الصناعة لولاية الخرطوم، ولكن الواقع الموجود في هذه المناطق يحتاج إلى تدخلات أكبر من حيث إعادة البنى التحتية من كهرباء وطاقة وخطوط نقل وما إلى ذلك. آلة الحرب في السودان دمرت أكبر المصانع في عدة مجالات وحولت عددا منها إلى رماد، مشاهد تؤكد أنه بعد توقف الحرب سيحتاج الإعمار إلى كثير من السنوات. شهد نادر لقناة العربية والحدث، أم درمان. وفي أول ردود الفعل على انتخاب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وصف النائب الثاني بالمجلس عمر خالد العبيدي جلسة الانتخابات بالمسرحية الساخرة وقد كتبت فصولها قبل أن تبدأ، وقال إنها جلسة غير توافقية ولم يتحقق فيها النصاب. وقال العبيدي إن البعثة الأممية عبرت عن رفضها المسبق لمخرجات الجلسة، وقد أبلغت تكالا الاثنين بالتوقف والذهاب مباشرة إلى جلسة توافقية. إلى ذلك اتهم عضو مجلس النواب الليبي جبريل وحيدة حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي بالوقوف وراء انتخاب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بهدف تعطيل أي توافق يقود ليبيا إلى الخروج من أزمتها. الآن الأمر واضح جدا، هو من وراء هذا المجموعة التي اجتمعت اليوم، وهي لا يعني بالمعلومات أكيدة أنها لا تصل إلى النصاب، هي عبارة عن فرض سياسة أمر واقع في العاصمة، ووضع هذا المجلس رهين لحكومة دبيبة ويعمل كرأس حربة لدبيبة لتعطيل أي توافق أو أي خروج من الأزمة، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي الذي يشكل لاعب نص ودفاع لحكومة دبيبة، أيضا هو يقوم بنفس الدور لتعطيل قوارين الانتخابات والحيلولة دون الوصول إلى توافق تام. هذا الأمر يؤكد استمرار الانقسام، أعتقد أن الأمر سيظل على هذا النحو ما لم تحدث معجزة. نعم. أعلن دونالد ترامب الرئيس المنتخب الأمريكي عن اختياره المذيع في قناة فوكس نيوز وأحد قدام المحاربين بيت هيجيث لمنصب وزير الدفاع، واصفا إياه بأنه قوي وذكي ومؤمن حقيقي بأن أمريكا أولا، ومعه سيعلم أعداء أمريكا بأن جيشها سيصبح عظيما مرة أخرى. هذا وأعلن عن اختياره لكل من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ورجل الأعمال السابق فيفي كراماس سوامي لقيادة وزارة كفاءة الحكومة. كما أعلن ترامب أنه اختار ستيف وينكوف ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، وكريستي نوم لتولي حقيبة الأمن الداخلي. تستعد ألمانيا لإجراء انتخابات مبكرة في 23 من فبراير بعد انهيار الحكومة الائتلافية الأسبوع الماضي، ورضخ المستشار الألماني أولاف شولتز لضغوط المعارضة ووافق على تقريب الانتخابات.
الضبابية السياسية التي تعيشها ألمانيا منذ أسبوع عندما انهارت الحكومة الائتلافية بشكل مفاجئ بدأت تتلاشى أخيرا، وبعد أسبوع على إعفاء الرئيس الألماني لوزير المالية ووزراء حزبه الليبرالي من مهامهم بناء على طلب المستشار أولاف شولتز ودخول البلاد في فترة من عدم اليقين، رضخ المستشار لضغوط المعارضة ووافق على إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير عوضا عن نهاية مارس كما كان أعلن في البداية. السبب الأساسي هو أن لا يحصل في ألمانيا فراغ سياسي طويل الأجل، وخاصة في ظروف الحرب، استمرار الحرب في أوكرانيا ودور ألمانيا القوي على الصعيد السياسي الأوروبية في دعم أوكرانيا. السبب الآخر الرئيسي أعتقد أنه يتعلق أيضا بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وضرورة أن يكون في ألمانيا حكومة قوية من أجل استعداد أوروبا لفترة الحكم الثانية للرئيس ترامب. والسبب الآخر أيضا هو طبعا الأزمة الاقتصادية أو الوضع الاقتصادي الصعب التي تعيش فيه ألمانيا الآن. وقد أنهى المستشار مشاورات ماراثونية مع حزب المعارضة الرئيسي المسيحي الديمقراطي واتفقا على تاريخ للانتخابات ستطرح الثقة بحكومته في 16 ديسمبر تمهيدا للانتخابات القادمة. يعي المستشار أن حكومته ستخسر الثقة عندما يصوت البرلمان عليها، وحزب المعارضة الأكبر المسيحي الديمقراطي الذي خرج من السلطة قبل 3 أعوام مستعجل لإجراء الانتخابات، وهو يستعد للعودة للحكم راكبا موجة تأييد شعبي كبير تضعه في الطليعة بنسبة تأييد تزيد على 32%. راغدة بهنام، الحدث، برلين. بهذا نصل بكم إلى ختام هذه الجولة. تابعوا دائما قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر موقعنا الإلكتروني الحدث.net. دمتم بألف خير، أعود وألقاكم بعد الساعة من الآن.